اسمح لي اخويا اسمح لي الله يفتح لك. اذا الوصول جثمان الفقيد ان لله وانا اليه راجعون. ننتظر الدعوات ديالكم اكيد متبي الاوفياء. نعتذر مره اخرى على ضعف صبيب الانترنت. نتمنوا انكم تدعوا مع الطفل ريان. الاف ينتظرون فارغ الصبر. الاف الان حاضرون جنازة شهيد الطفل ريان. الاف حجوا. الان وصول جثمان طفل ريان لإقامة صلاة الجنازة. رحم الله الشهيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتمنى مرة أخرى أن الصورة بصوت والصورة تكون جيدة. ونتمنى من المتبين أنهم يأكدونا. ونعتذر لأن ضعف شباب الشبكة عفوا الإنترنت هنا بالمكان ضعف كبير كنعاني منه للأسف الشديد. كنحاولوا دائما نقول لكم الحدث من قلب الحدث دائما بالصوت والصورة. الله يصبر الأهل ديالو والأحباب ديالو بطبيعة الحال. الكل كينتظر وصول الآن بطبيعة الحال هو وصل. آلاف شيعون جنازة الفقيد الراحل شهيد ريان. أكدوا لنا الله يرحم بها الوالدين الصورة واش جيدة. إذن وصول جثمان الفقيد راحل ريان شهيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعجز الكلام للأسف حتى الكلمات كتخوني في هذه اللحظات المؤثرة. هذه اللحظات الصعيبة اللي كنعيشوها بطبيعة الحال للأسف الشديد. كنعيشوا ظروف قاسية الآن كما كتشاهدوا متبي الأوفياء. فجثمان ريان وصل المصلى اللي تقام فيها أكيد صلاة الجنازة على الفقيد طفل شهيد المعجزة ريان. إذا من مقبرة الزاوية ننتظر دقائق معدودة من أجل صلاة الظهر صلاة عفوا الجنازة على الشاب.